الضيوف الكرام السادة الحضور، أولا مساء الخير. أنا يسعدني ويشرفني أنا وزمايلي في المكتبة أن أنتوا تكونوا موجودين النهاردة في حفل افتتاح معرض الورشة في الدورة الـ 12 بتاعته. هذا المعرض بقاله 12 سنة بيعمل نشاط كبير جدا مع الأطفال في أعمار مختلفة، من يعني 5-6 سنين إلى يعني 15-16 سنة، وأيضا عنده اهتمام خاص بأطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة المعرض ده من أهم النشاطات اللي بتقومها مكتبة اسكندرية، لأنه ده نشاط حقيقي مندمج جدا في قلب المجتمع. أشكركم وأتمنى لكم يعني مشاهدة سعيدة ومعايشة جميلة مع أولادنا الجمال. أحب طبعا أشكر بشكل خاص جدا مؤسسة هانسايدر لمؤازرتها للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة لي عظيم الشرف أن أنا أكون في هذه الاحتفالية، لأنه المرحلة بتاعت الطفولة والصغر ده المعمل الحقيقي لصياغة الأنفس وصناعة الإنسان المتفوق. إذا كنا في مكتبة الإسكندرية فإحنا في أرقى منطقة ترعى الإبداع والمبدعين، بالذات في المرحلة العمرية شديدة الأهمية، واللي أجمع علماء العلوم السلوكية على أنها أخصب مراحل العمر في صياغة وصناعة الأنفس، وده اللي بنت بيها فكرة المعرفة مكتبة الإسكندرية العريقة العظيمة، واللي احنا حاليا في امتدادها الراقي الرائع اللي بيشهد مولد يعني الدورة الـ 12. وتحية خاصة إلى أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فوق رأسنا وفي عيوننا، وربنا يحميكم جميعا لكي يتم هذا النجاح الدائم. وشكرا.